نعرف فصل الشتاء السنة دي، ايه التوقعات بالنسبة له وايه التوقعات بالنسبة للتغيرات المناخية اللي شفناها بتأثر على العالم كله ازاي؟ معانا الدكتور علي قطب، استاذ المناخ. يا دكتور مساء الفل. تأمل يا استاذ خالد، اهلا بحضرتك يا فندم. طمنا، الشتاء السنة دي مستنينه ازاي؟ في البداية قبل ما اتكلم على الشتاء، اتمنى ان ما قلت عن الحرب الدائرة في روسيا واوكرانيا يتحقق الحلم وتنتهي، لأن لها أكبر أضرار صحيح على الكرة الأرضية والمناخ والتغيرات المناخية وما نحن نعيش من تلوث هوائي وبيئي وتلوث في كل مناحي الحياة صحيح وتأثير على النواحي الاقتصادية. نرجع لموضوع الشتاء. الشتاء بالفعل بدأ جغرافيا وفلكيا اليوم، لكنه لم يبدأ مناخيا حتى الآن بالدرجة التي نعيش فيها. بدأ في أوروبا، يعني احنا لسه بنتكلم كأننا في الخريف في مصر الحمد لله. حقيقة يعني لما نلاقي ان متوسطات درجات الحرارة على صحيح مدار الثلاث اسابيع الماضية كانت اعلى من معدلها الطبيعي من 3 إلى 5 درجات، بتختلف من منطقة الى اخرى، فده يقول ان في حاجة غير طبيعية في الاجواء العالم كله مش في مصر بس. تمام. وبالتالي تأثيرات التغيرات المناخية هتدينا عنف للظواهر الجوية، بمعنى ان الشتاء في اوروبا سيكون قاسي وأن الحرارة في منطقة العربية سترتفع أكثر وهكذا. ولكن الشتاء له سمات أيضا، هي سمات الانخفاض في درجة الحرارة والبرودة والأمطار، وده اللي كان أدى إلى حدوث فترات اللي فاتت. أثناء فترات الظهيرة طقس يميل للدفء، وأثناء فترات الليل برودة شديدة، وبالتالي الملابس بتختلف من وقت إلى آخر. وطبعا مش معقول الواحد خارج من هيلبس ملابس شتوية هيفرض حرارة في وقت الظهيرة، يجي يفلح في الظهر يتأدي بملابس ثقيلة بالليل، فتلاقي الأجواء دي اللي بتأدي إلى حدوث الأنفلونزا، التغير في نوعيات الملابس. لكن على الحقيقة أن فعلا في انخفاض بدأ منذ الأمس، وفي فرص لأمطار موجودة في السواحل الشمالية وتستمر اليوم وغدا، وبيصاحبها أيضا انخفاض في درجة الحرارة. إذا لابد من إحنا نستعد للشتاء بهذا القدر اللي هو مطلوب لنا. إن أبرد فترة في السنة يا أستاذ خالد هي فترة شهر ديسمبر ويناير. تمام. وبالتالي الفترة دي محتاجة مننا نكون حريصين جدا في ارتداء الملابس، في الخروج من مناطق الدافئة إلى المناطق الباردة، أو العكس من المناطق الباردة إلى المناطق الدافئة حتى لا نصاب بالإنفلونزا. أيضا شرب سوائل كتير عشان الجسم يكتسب الوظائف الحيوية بتاعته، إن إحنا ما بنشربش عشان إحنا عطشانين، إحنا بنشرب عشان الجسم محتاج للمياه. مظبوط. فدي شروط لازم إن إحنا نكون عارفينها. طبعا في شبورة مائية تتكون على الطرق الزراعية نتيجة انخفاض الرؤية الأفقية، بيكون هناك أيضا تأثير على الطرق. نصيحة لكل السادة قائد المركبات القيادة بهدوء، سواء كانت أثناء هطول الأمطار أو حتى أثناء تكون الشبورة المائية. الأمطار دي ستطول القاهرة الكبرى في غدا إن شاء الله الجمعة تحديدا، وإن كانت الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة. بنتوقع في يناير أن الأمطار تزيد، أن درجة الحرارة تنزل جامد. بص يا أستاذ خالد، ما فيش دولة في العالم تقدر تتوقع أكتر من 10 أيام. ليه؟ لأن التنبؤات بتعتمد على العناصر الفعلية أو الحقيقية المرصودة. التنبؤ أقصى فترة 10 أيام، لكن ما زاد عن ذلك مصداقية بتقل في التنبؤ. عشان نقول إن شهر يناير كله هيبقى فيه الأسبوع الفلاني كذا والأسبوع الثاني كذا والأسبوع الثالث كذا، ما نعرفش. هو أبرد فترة في السنة، وفي فرص لأمطار وفي موجات وفي نوات قد تحدث وقد لا تحدث، لكن إحنا بنقول على مدار الأسبوع القادم بالفعل درجات الحرارة كانت عادت إلى معدلاتها الطبيعية.